اسمحوا لي أبدأ مع حضراتكم بالألعاب الفردية وأبطالنا وبطلاتنا اللي دايماً الحقيقة انتصاراتهم مستمرة، وزي ما قلت من شوية جيل بيسلم جيل. من آخر البطولات في الفترات الأخيرة كانت بطولة البحر الأبيض المتوسط في أسبانيا، وأيضاً بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. ياريت أبطالنا وبطلاتنا في الألعاب الفردية يتفضلوا على المنصة. مصطفى محمود محي الدين عسل في الاسكواش، وهو أول بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة بالهند. محمد صلاح كاراتيكا تفردي 16 سنة أولاد، ثاني عالم منتخب مصر. محمود عمرو محمد كاراتيكا جماعي 18 سنة أولاد، ثاني عالم منتخب مصر. جيانا محمد فاروق كاراتيه ثاني بطولة البحر المتوسط راغونا بأسبانيا. علي أحمد خلف الله سباحة ثالث بطولة البحر الأبيض المتوسط. أحمد حسني سيد سكواش والاتسام بالروح الرياضية في بطولة نيجيريا للسكواش، والروح الرياضية مش غريبة أبداً على القلعة الحمراء. حلا خالد حسين بدوي تنس أول زوجي بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. أحمد خالد راتب في السباحة أول وثالث بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. فارس يوسف عمارة سباحة ثالث بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. ساندي أيمن عاطف في السباحة وأول بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر، ثلاثة ذهب 800 متر 400 متر و 200 متر. ميار محمد جابر في السباحة ثالث بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. محمد مختار سيد موسى جمباز من الدرجة الثانية أول بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. فرح سيد محمود موسى جمباز درجة أولى آنسات أول ألعاب أفريقية للكبار في ناميبيا. السيد أحمد لاشين تنس طاولة درجة أولى رجال أول أفريقيا. خالد محمدي محمد عصر تنس طاولة درجة أولى رجال أول أفريقيا. علي أشرف أحمد عبد الحليم غلاب تنس طاولة شباب أول أفريقيا. محمود أشرف حلمي عبد الحليم تنس طاولة شباب ثاني أفريقيا. محمد سامي ميشو سباحة كسر رقم قياسي جديد أفريقيا. دينا علاء الدين مشرف تنس طاولة سيدات ذهبية البحر المتوسط بإسبانيا. كريم سامي عبد الجواد سكواش أول بطولة العالم للفرق منتخب مصر. ياسمين الهواري كاراتيه كوميتي فردي أول بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. مصطفى محمد رفعت الغباشي كاراتيه فضة جماعي كاتا وبرونزية فردي كاتا بطولة العالم وفضة بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. وأخيرا وليس آخرا تؤى هشام في الكاراتيه وأول عالم مع المنتخب وبرونزية كاتا جماعي بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. تمام. هنتابع مع حضراتكم هذه اللقطات وهذا الفيديو عن الألعاب الفردية. We'll be right back.